لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فريقي الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق الفتح الرباطي رسم مؤجل الجولة الثالثة، جولة الأولى انتهت بالتعادل السلبي 0-2 بين الفريقين. تابعنا العديد من فرص التسجيل بالنسبة للفريقين سواء فريق الرجاء وكذلك فريق الفتح الرباطي. سجل كرة من طرف لاعب ايوب بولوع، حكم كفر شرطي بدات بان هناك فراغ، هذه فرصه انه في العصر مشى لفراغ التمرير البحث هنا يوسف العبري ولكن تدخل ويبعد الكره، الكره خارج مشى من الجهه اليمنى وحوالي بين فريق الفتح الرباطي حمزه النوري، هذه فرصه امكانيه تسديد سديده مرت جانبا، فرصه لفائده فريق الفتح الرباطي بواسطه عبد الصمد ماهر بوزوق تحاول يمرر داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره من طرف المدافع امين مزن. قلت الرجاء 21 انتصار الموسم الماضي، الفوز باللقب والفوز بمنافسات كاس العرش نوفل الزروني، فرصه لفائده فريق الرجاء تدخل، حكم المساعد رافع الرايه في الوقت اللي الكره تعانق الشباك. اكيد كل متابعه ديال اللقطه الاخيره وديال الفرصه الاخيره ديال فريق الرجاء مصور المدرجات، اذا كان هناك وضعيه تسلل ديال التسلل على نوفل الزروني وهدف ملغى. فرصة لفائدة فريق الفتح الرباطي داخل منطقة الجزاء، فرصة محاولة تدخل وإبعاد الكرة في الوقت اللي الحكم المساعد رفع الراية وبالتالي كان هناك خطأ. تمريرة ممتازة، هذه فرصة لفائدة فريق الفتح الرباطي لأيوب مولوع يسدد ولكن الكرة مشات بعيد، شاف بأن تمريرة ليوسف العمري هناك خطأ على مستوى التمرير والحكم كيمنع خطأ، حكم كان الخطأ لفائدة فريق الفتح الرباطي على مشارف مستطيل العمليات، كان تدخل امام اللاعب امين صوان من سيسدد منصف عمري، كره مشات فوق المرمى، كره مشات فوق المرمى وضربت مرمى لفائده فريق الرجاء. امامنا منصف عمري هو اللي سدد الكره الاخيره، كيلعب برجل اليسرى، محاوله بواسطه ايوب ملوع تمريره ولكن سهله عند الحارس انس نيتي. داخل منطقة الجزاء فرصة لفائدة فريق الفتح الرباطي، الراوي رفع الكرة في القائم الثاني بحث عن الرباطي، تدخل وإبعاد الكرة للركنية، أول ركنية بالإضافة لهشام أبو شروان، رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة بالرأس، تدخل للمدافع عبد الله خفيفي مرة أخرى، لكن كان قادر يسري بوزوق، هذه فرصة لفائدة فريق الرجاء، تمريرة تدخل وإبعاد الكرة من طرف العميد معاد بحسين، كانت محاولة لفائدة فريق الرجاء، تمريرة ممتازة ليسري بوزوق من وراء ظهر المدافعين، تمكن من سلال بوزوق، نوفل عزروني تمريرة داخل منطقة الجزاء عند يسري بوزوق، بوزوق حاول أنه يسدد تسديدة الكرة مشات الركنية، كانت فرصة ومحاولة أرفع الكرة، هذه فرصة يسري بوزوق تسديدة تدخل الدفاع، تدخل ايوب مدن، دائما الخطوره متواصله لفائده فريق الرجاء وابعاد الكره، كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء. التغطيه بن عيسى بن عمار، كيرجع الكره للحارس انس نيتي، التغطيه كانت جيده امام حمزه النوري، مع الكره ولكن لاحظوا الكثافه العدديه للاعبين فريق الفتح الرباطي، تعود لادم نفاتي، فرصه تسديده قويه وتدخل الحارس اشرف هلالي، ادم نفتي يسدد كره قويه وتدخل الحارس اشرف هلالي، نتابعه من زاويه الكره وحسين مده، تدخل عبد الصمد ماهر في الوسط ايوب مدن، حكم كان خطا لفائده فريق الفتح الرباطي ابي صوان يرفع الكره، تمريره في القائم الثاني ولكن الكره بعيده، كانت بعيده على ايوب ملوع، بوركسوت تمريره راسيه، الكره كتمشي سهله، كان البحث على محمد زريده ولكن تدخل ديال امين بزن، تواجد امين بزن وايوب مدن، كل المنافذ يسري بوزوق، تمريره لنوفل عصر، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء ولكن هناك تغطيه، الحكم كيمنع خطا، الحكم يعلن الخطا لفائده فريق الفتح الرباطي. ماهر رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بحث على ايوب ملوع ولكن الكرة اقرب للحارس انس عزنيتي، صابر بوغرين كيرجع الكرة للحارس انس عزنيتي،
وخطيرة الكرة صمد ماهر حاول يسدد مباشرة المرمى في الوقت اللي كانت تبني الخاطئة بالحارس أنس أسليتي. هنا غادي يوصل بوجو غادي فرصة لبداية فريق الرجاء عدم نفاتي تمريرة تدخل مجرد فرصة ومرة جانبا زريدة يسدد كرة مرة جانبا من الخائب الأيسر فرصة ومحاولة لفتة فريق الرجاء شكلت خطورة واضحة تغطية تدخل عبد الصمد ماهر استرجع كرة لاعبين الفريق الرجاء هذه فرصة سديدة ممتازة دائما خطورة متواصلة تدخل حارس عشرة في الليل في الوقت اللي كانت تسديدة هذه فرصة ومحاولة أخرى نوفل أصروني الحكم كيقول ضرب الجزاء الحكم يعلن عن ضرب الجزاء لفتة فريق الرجاء كانت فرصة ومحاولة بواسطة اللاعب نوفل أصروني تدخل الحكم يعلن عن خطأ هذا من نفاتي الحكم المساعد رفع الرايوك على الخطأ هذا المرة لفتة فريق الرجاء نتابعوا الأولي هذه فرصة محاولة دائما بوزوق التمريرة دائما الخطورة متواصلة فرصة كرة كانت ترتطم بأيوب مودن دائما محاولة لفتة كرة لصابر بوغرين دائما الخطورة متواصلة لفتة فريق الرجاء تسديدة ديال محسن مودة ولكن هناك تغطية أشرف إلالي تمكنش في إبعاد الكرة بشكل جيد تصل لأدم النفاتي فرصة وفوق المرمى يوسف بالعبري فوق المرمى في منطقة الجزاء تدخل عبد الله خفيفي هذه فرصة ومنصف العبري منصف العبري وتدخل الحارس أنس أزليتي كانت فرصة ومحاولة لفتة الخطورة المتواصلة هذه فرصة تدخل بن عيسى بن عمار حارس أنس أزليتي في الوقت الحكم كيمنع خطأ يمنع خطأ ل داخل منطقة الجزاء تدخل الحارس تدخل الحارس أنس ديتي كانت فرصة ومحاولة لفائدة فريق الفتح الرباطي بواسطة حمزة النوري حضور الطريقة دخول حاضرة استرجاع الكرة يسري بوزوق بوزوق هذه فرصة جديدة ولكن بعيدة حكم كيقول ضربة مرمى بفريق الرجاء يسري بوزوق رفع الكرة داخل منطقة الجزاء خروج الحارس أشرف هلالي الحكم كيمنع خطأ الحكم كيمنع خطأ في الوقت اللي سقوط لاعب المدافع عبد الله خفيفي خطأ لفائدة الحارس أشرف هلالي صابر بوغرين تمريرة ممتازة عند يوسري بوزوق دخول داخل منطقة الجزاء خروج الحارس الحكم كيعلن على خطأ لفائدة فريق الرجاء على مشارف مستطيل العمليات تدخل أمام يوسري بوزوق وسيكون هناك إنذار للعميد معاذ بحسي نوفل زروني وتدخل وإبعاد الكرة فرصة ومحاولة خطيرة لفائدة فريق الرجاء نوفل زروني بوزوق تلقى قد يوسف العمري هذه فرصة لفتة فريق الرجاء فرصة والهدف الهدف الأول لفتة فريق الرجاء عمل كبير ديال يوسف العمري والكرة في الشباك إذا هدف أول لفتة فريق الرجاء فرحة كبيرة جماهير الرجاوية بعد الهدف وهذا التقدم الآن كذلك الفرحة ديال الطاقم التقني والمدرب عبد الكريم الجيلاني نتابع من جديد هذه الفرصة وهذه المحاولة تعبت الكرة بشكل ممتاز في الجزائرية تعبت الكرة داخل منطقة الجزاء خروج حارس خروج حارس أنس ديتي بكل هدوء كياخذ الكرة